اليوم 15 من أيار مايو عام 2021 الميلاد، نشبت الحرب أو هذه الجولة منها، وأنا في حال حداد شخصي تعرفونه، وقد أصبحت من أزهد الناس في العيش وأرغبهم في الغياب وأعرفهم بالفقد، وأدراهم بأن الناصح أو الطبيب إذا جهل أو فشل فقد أجرم، لأنه يعرض الناس لخطر رأيه وهو آمن عواقبه. لذلك فأنا لا أقول ما أقول في لحظة تحمس عابرة أثناء اشتباك ليس الأول ولن يكون الأخير. أنا مدرك بثقل ما سأقول، بل أجرؤ على قوله تحديدا لأنني مدرك ثقله. قولي ثقيل لأن في قولي دما، وغال وعال هو الدم، وأنا أتحمل مسؤولية قولي هذا اليوم وغدا، حيا وميتا، بل هو شهادة ووصية، فمن شاء فليحفظ عني. أيها الناس، إن تحرير فلسطين كلها من البحر إلى النهر موضوعيا وواقعيا ممكن. لا أقول إنه سهل، ولا أقول إنه حتمي، لكنه ممكن، وهو ممكن في هذا الجيل، وهو ممكن لا بجيوش تشتري سلاحها من عدوها، بل بمقاومة شعبية مستمرة ومتراكمة كالتي تجري أمامكم الآن. واصبروا علي بضع دقائق أبين كيف. إن في إسرائيل نظام فصل عنصري يفرق ما بين الناس على أساس الدين. هي الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تعطي الجنسية على أساس الدين الموروث. فأنت إذا ذهبت إلى مطار باكستاني مثلا وقلت لهم أنا مسلم، فإنهم لن يعطوك جواز سفر. وإن ذهبت إلى مطار هندي وقلت لهم أنا هندوسي فلن يعطوك جواز سفر، ولكن يكفي أن تكون يهوديا أو أن تكون أمك يهودية لتذهب إلى مطار بن غوريون وتصبح مواطنا إسرائيليا، وتقدر أن تسكن بيتا طرد منه أهله أو سرقت أرضه من مالكيها. هذا النظام هو الذي أدى إلى أن يكون الفلسطينيون بين شريد وشهيد، لا لشيء إلا لأنهم ولدوا في هذه الأرض، ولأن دين أمهاتهم لا يعجب ضابط حدود مراهقا أتى أهله من شرق أوروبا بالأمس القريب. وهذا النظام العنصري يحكم حياة الفلسطينيين كلهم داخل فلسطين وخارجها، فإسقاطه يعني تحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر، وتحرر كل الفلسطينيين أينما كانوا في هذا العالم. وإن مواجهة شاملة بين الكتلتين الديمغرافيتين في فلسطين التاريخية، أهل البلد وغزاتهم، لكفيلة بإسقاط هذا النظام. وكان يمكن أن تكون هذه المواجهة مدنية كالحركات المضادة للفصل العنصري في كثير من البلدان لو كان حكام إسرائيل عقلاء وبعيد النظر، ولكنها تتخذ شكل سلسلة طويلة من الصدامات المتزايدة العنف المتسعة الرقعة كالتي تجري الآن، لأن حكام إسرائيل ما يزالون قصار النظر ومغرورين والسلاح يغر. إن أعداد الفلسطينيين العرب ما بين البحر والنهر تزيد على أعداد اليهود من حملة الجنسية الإسرائيلية بأكثر من 166 ألف نسمة اليوم حسب إحصائين رسميين إسرائيلي وفلسطيني، والفرق مرشح لأن يزداد لصالح الفلسطينيين في العقدين القادمين. ثم إن المواجهة لا تكون مع طائفة بأسرها، بل مع من يؤيد نظام الفصل العنصري منهم، وهم أقل عددا من طائفتهم بالضرورة، والفلسطينيون أصغر سنا وأقل مالا، ما يجعلهم أشد خطرا. وقد حاولت إسرائيل مداواة ذلك بأمرين: تقسيمهم وتركيز أقسامهم في بؤر ضيقة ومنعزلة أولا، وتسليط بعضهم على بعض ثانيا، فقسمتهم إلى أهل ضفة وأهل غزة وأهل قدس وأهل داخل، ثم قسمت الضفة ثلاثة أقسام أسمتها ألف وباء وجيم، ثم فصلت مدن الضفة بعضها عن بعض، ثم حاولت احتواء الفلسطينيين بالفلسطينيين باتفاقيات سلام وتنسيق أمني وارتهان اقتصادي. ومع كل مواجهة جديدة تزول هذه التقسيمات، وها أنت ترى غزة تنصر القدس، وترى اللد والجليل والضفة تنصر غزة، بل إن اللد كادت تحرر نفسها بنفسها. كذلك فإن كل مواجهة جديدة لا تحرج الاحتلال فحسب، بل تحرج كل سلطة تسالمه. الشعب ليس في حالة سلام،
فإن أرادت أي سلطة أن تسالم فإنها لا تحكم إلا على موظفيها. وإن كانت أكثر الجيوش العربية تشتري سلاحها ممن يسلح إسرائيل، فإن الفلسطينيين لا يشترون الحجر والصاروخ بل يؤلفونه تأليفا. وإن استقلال السلاح شرط استقلال الوطن، ولا يمكن تحرير أرض بسلاح مرتهن. وإن كانت بعض الحكومات العربية تحاصر المقاومة الفلسطينية، فها أنت ترى أنها قادرة على تطوير سلاحها رغم الحصار. ثم إن المواجهة العامة بين كتلتين ديمغرافيتين متداخلتين كالفلسطينيين وغزاتهم تحرم إسرائيل من ميزتيها العسكريتين، سلاح الجو والسلاح غير التقليدي. فإن كانت إسرائيل تقصف غزة فإنها لا تقدر على قصف القدس واللد ويافا وحيفا والجليل حيث يختلط الجمعان، بل ستضطر لاستخدام الشرطة، ثم لا تكفي أعدادها فتستعين بالجيش، فكلما عززت جبهة أضعفت أخرى. وحتى غزة فإن إسرائيل لم تقدر على قصف مطول فيها إلا بعد أن أجلت مستوطنيها منها، وقد قصفتها عام 2008 و2012 و2014 ولم تغير شيئا. وإن أعادت احتلالها فقد احتلتها 40 عاما من قبل، ونبتت المقاومة على الرغم من الاحتلال. إن تراكم المواجهات وتنوعها يشكل ضغطا على النظام السياسي العنصري حتى يتغير، بمعنى أن البلد لن يكون قابلا لأن يحكم، وأكثر من نصف البشر القاطنين فيه لا يطيعون حكامه بل يعصونهم بكل طريقة، من الرسم على الجدران إلى الإضراب إلى المظاهرة إلى الحرب، وهم مع ذلك يزيدون كل عام بل كل ساعة. والدولة التي أراد لها مؤسسوها أن تكون مأمنا لم تعد كذلك، ولم يعد يهاجر إليها أحد، لأنهم آمنوا حيث هم منهم إذا هاجروا إليها. والظلم خطر على الظالم بقدر ما هو خطر على المظلوم. مرة أخرى نتمنى أن نحصل على حقوقنا بلا عنف نحن أكثر ضحاياه، لكن إذا فرضت علينا الطائرات الحربية الموت في مواجهة شاملة أو سلسلة من المواجهات، فلا بد من أن نهمس في آذان قاتلينا بأن راهن المنطقة الأليم يبين ما للحرب الناشبة بين جيش نظامي ومقاومات شعبية، أو للحرب الأهلية بين طائفتين، من قدرة تدميرية تفوق الحروب الكلاسيكية. وإن كان الكل في هذا النوع من الحروب يخسر ما عنده، فإن من عنده أكثر يخسر أكثر. هنا يهزم القوي إن لم ينتصر، وينتصر الضعيف إن لم يهزم. ويجب أن نذكر الطيار المتحمس لقصفنا أن إسرائيل لم تنتصر نصرا حاسما في أي معركة خاضتها منذ عام 1967، فهي لم تنتصر في حرب الاستنزاف عام 68، ولا في حرب عام 73، وحين غزت لبنان عام 78 خرجت منه، وحين اجتاحته عام 82 بذريعة تأمين الجليل لم تزد على أن أحلت محل السلاح الفلسطيني سلاحا لبنانيا يتجاوز مداه الجليل حتى يصل إلى النقب، وفشلت في حملاتها على لبنان عام 93 و96 و2006، وعلى غزة عام 2008 و2012 و2014، وها هي تفشل اليوم. وإن فكرت في الأمر فإن إسرائيل منذ أكثر من 55 سنة لم تحز أرضا إلا ممن سالمها، حيث ازداد الاستيطان في الضفة الغربية 3 أضعاف بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. إن إسرائيل جعلت مسالميها والمتعاونين معها عبرة وأضحوكة، وجعلت مقاومتها ضرورة لا بد منها. وعليه جاز القول أمس واليوم إن المقاومة بمفهومها المجرد هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. أقول إن التحرير ممكن، وهو ممكن في هذا الجيل، لكنه ليس حتمياً. تقربه المقاومة وتبعده المساومة والخيانة والتطبيع والديكتاتوريات والحروب الطائفية في إقليمنا. فليعلم كل من يؤيد الطغاة والمطبعين أنه بمثابة مقاتل في الجيش الإسرائيلي يطيل عمر الغزو ويقصر أعمار أحبابنا، ولكن هذا حديث آخر. هذا الكلام لن يكون مهماً بعد عدد من السنوات حين يتحرر العباد والبلاد، فإذا جاء ذلك اليوم فتذكر الأغاني وانسى السياسة،
فالحروب تأتي وتذهب، وكم مرة قبل زمانك هذا غزيت بلاد ثم تحررت ثم نسي أمر غزوها وتحريرها. أما الآن وذلك الجندي المراهق يجبر الملايين على العيش تحت سقوف الصفيح أو على البكاء على أحبابهم حسب لأن دينهم أو لون أعينهم لا يعجبه، فإنه أمر قبيح ولا تحتاج لأن تكون من ضحاياه لتدرك قبحه. لذلك تذكر هذا الكلام، وكلما قال لك أحدهم إن المقاومة عبثية قل له إن الماضي والحاضر يشهدان أن الظلم هو العبثي. أدري أن الصبر مر، بل أنا اليوم من أدرى الناس بمرارته، ولكن اصبر تنل، فلست أول من صبر فنال، ولا أول من قاوم فانتصر.